نحن اليوم نهدف من خلال هذا الملتقى إلى محاولة إيجاد تفسيرات واقعية وعلمية في هذا الصدد، والتي تتباحث في التطورات المتسارعة للمجتمعات العربية والتحولات المجتمعية. الدولة الجزائرية لها جهود كبيرة في الاعتراف بهذا الأمر، في اعتبار مثلا صدرت تعليمات جديدة في إعادة الاعتبار اللغة الأمازيغية وادخلها في الهوية بشكل أساسي منذ التأسيس وبعد التحرر. هناك جهود حثيثة في هذا الإطار، لا شك أن كجهد إنساني نجاح 100% ليس من أول مرة، لكن هناك جهود. نحن كما تعلمون أننا في عصر سريع جدا ومتغيراته متحركة بشكل أساسي، وكل هذه التغيرات هي مرتبطة بالمجتمع، وبالتالي لابد لنا نحن كباحثين كمراكز فكر كمدرسة أن نفكر ونجد مقاربات تفسيرية لكي نذهب مباشرة إلى البحث في ضرورة إيجاد حلول جذرية تتعلق بأن يكون الوطن العربي واحدا موحدا مستقبلا إن شاء الله.